بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أنزلوهم في خربة ليس فيها، أنزلوهم في خربة ليس فيها غير، أنزلوهم في خربة ليس فيها غير سقف السماء ومهد وسقف السماء لا تقيهم حر الهجير بظل وهو يصلي ولا لهيب ذكائي. والإمام السجاد يخرج حينا بعد حين من شدة البرحاء الحر. يعني أنزلوهم في خربة ليس فيها غير مهد الثرى وسقف السماء لا تقيهم حر الهجير بظل وهو يصلي ولا لهيب ذكائي. والإمام السجاد يخرج حينا بعد حين من شدة البرحاء هاربا من حرارة الشمس فيها مستجيرا بالظل بعد العراء، والله مستجيرا بالظل بعد العراء، وتراءى الحسين يوما بعيني طفلة، وتراءى الحسين يوما بعيني طفلة عند ساعة الإغفاء، عند ساعة الإغفاء، وتراءى الحسين يوما بعيني طفلة عند ساعة الإغفاء فاستفاقت وطالبت بأبيها. احنا هاي صار لنا كم ليلة نذكر محطات حزينة بالشام، ليلة عجبني أخلي هاي المحطة اللي نذكرها الليلة بمجلسنا. وتراءى الحسين يوما بعيني طفلة عند ساعة الإغفاء فاستفاقت وطالبت بأبيها، وتعالى الصراخ بين النساء، وتعالى الصراخ بين النساء فأتوها برأسه، فأتوها برأسه فأكبت فوقه مستعينة بالبكاء. لا إله إلا الله، والله مستعينة بالبكاء، شهقت شهقة فماتت عليه، شهقت شهقة فماتت عليه حين أهوت على صعيد الفناء. حركوها، حركوها وما بها من حراك، فنعاها السجاد للحوراء، فنعاها السجاد للحوراء. شلون يعني نعاها؟ فنعاها السجاد للحوراء، عم يزين بقوم ليها وشيليها من رأس الولية، عم يزين بقوم ليها وشيليها من رأس الولية، ماتت الطفلة من بكيها
والله ماتت الطفلة من بجيها من بجيها واختي انكسر قلبي عليها يا اختي انكسر قلبي عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تلخيص لما مر. بحثنا السنة في زيارة الحسين عليه السلام، عرفنا الزيارة لغة واصطلاحا أولا وما يترتب على ذلك من أبحاث، ثم انتقلنا إلى ما نستفيده من تعريف الزيارة وبينا عدة أمور وانتهينا من ذلك، ثم انتقلنا إلى دوافع الزيارة الستة اللي أخذت وقتا طويلا في الواقع وانتهينا من ذلك، ثم انتقلنا إلى محطة رابعة أو خامسة في البحث اللي هي أبعاد وثمرات زيارة الحسين خصوصا والمعصومين عموما كما ورد في النصوص، يعني الواردة عن المعصومين عليهم السلام. وبعدنا بهاي المحطة، وبعد عندي محطتين ببحث زيارة الحسين أو ثلاثة، بعد ما أعرف الوقت يكفي ما يكفي ما أدري. احنا الآن في آثار زيارة الحسين بشكل خاص وأبعاد زيارة الحسين بشكل خاص. بينا البعد الأول وأخذ منا وقتا أيضا اللي هو بعد وأثر القرب، مو هالشكل، القرب من الله، وتكلمنا فيه بمقدار ما. الخلاصة إلى أن وصلنا إلى الإطمئنان. حالة زيارة الحسين أثر من أهم آثارها الإطمئنان بالحق اللي الإنسان عليه. يو إذا كان مثلا إطمئنانه مو بالمستوى المطلوب يزداد إطمئنانا بعد زيارة الحسين خصوصا في يوم عرفة. إخواني أرد أقول شيء باعتبار الليلة إن شاء الله ألحق أبين أثر ما أدري آخر من آثار زيارة الحسين. الشيء المهم بروايات زيارة الحسين الواردة عن المعصومين أنه راح تشوفون زيارة الحسين بعرفة آثارها معينة من قبل المعصومين، زيارة الحسين يوم العاشر آثار أخرى بيها غير الآثار الموجودة في شنو؟ في يوم عرفة. زيارة الحسين بالنصف من شعبان تشوفون أكو آثار غير الآثار الموجودة بعرفة يوم العاشر وهكذا. وهذا كله سأثبته الليلة، سأبين الآثار الموجودة مثلا بزيارة الحسين يوم العاشر مو يوم عرفة، راح تشوفون آثار أخرى بزيارة الحسين يوم العاشر غير الآثار الموجودة بزيارة عرفة اللي بينت لكم أثر من آثارها الإطمئنان والوصول إلى حالة اليقين بالحق اللي الإنسان يعتقده وغير ذلك. هذا أثر الإطمئنان هم أخذ من عندي وقت كثير، شنو أسوي هم ما أدري، بس الليلة إن شاء الله تعالى راح أخلص الكلام بي وأبدي بالأثر الآخر بزيارة الحسين عليه السلام من آثار زيارة الحسين. أثر الإطمئنان بعد زيارة الحسين عليه السلام أخذنا إلى بحث كلش مهم، بحث الديني واللاديني من بعد ما بينا محاور الإطمئنان الثلاثة في القرآن الكريم. الأثر أو المحور الثالث أخذني لي هذا عنوان الديني واللاديني ومعالم هذا ومعالم ذاك، وإحنا الآن في معالم اللاديني. أخذنا من المعالم عدة أمور، ثلاثة أربعة تقريبا أخذنا، مو هالشكل، ووصلنا إلى الآتي اللي أريد أبين هذه الليلة. واحدة من معالم غير الدينيين أو اللادينيين المهمة اللي على المؤمنين أن يلتفتولها وعلى شبابنا أن يلتفتولها من بعد اللي بينا اعتمادهم ودعوتهم للحرية المطلقة وتكلمنا في الواقع معارضتهم للمؤسسة الدينية في كل مجال وعلى كل مستوى، وهنا هم تكلمنا رفضهم لثقافة الغيب اللي احنا نعتقد بيها ولهذا هم معاجز كرامات ما يعتقدون بيها في الواقع. هاي بعض المعالم اللي بقى توهينهم للشعائر الحسينية كما بينت ليلة البارحة في الواقع. هاي لحد الآن معالم أربعة من معالم اللادينيين، وأنها تدل على التخلف والرجعية كما يدعون في الواقع، وهم تكلمنا البارحة بحرب المصطلحات وغير ذلك.
أما المعلم الخامس من معالم اللادينيين الممسولف، يعني ما ذكرته بخدمة الأحبة حتى نبدأ بالجديد. أما المعلم الخامس من معالم هؤلاء في الواقع هو رفض عنوان القداسة وأهل القداسة بشكل كامل، حتى على مستوى الضروريات الدينية مثل وجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب الزكاة. ذن يقينيات لو مو يقينيات بالنسبة لنا، يقينيات مسلمات يوم مو مسلمات، مسلمات يعتبر من ضروريات الدين يوم مو من ضروريات الدين، من ضروريات الدين. حتى على هذا المستوى اليقيني المسلم اللي يعتبر من الضروريات هم ما يعتقدون بذلك. هذه من أهم معالم اللادينيين، رفض القداسة والمقدسين وأهل القداسة بشكل كامل حتى على مستوى الأمور اللي تشكل ضرورة من ضرورات الدين، هاي هم يرفضوها جملة وتفصيلا. هاي واحدة من أهم معالم هؤلاء اللي على شبابنا يلتفتولها في الواقع، من أهم معالمهم هذه. ولهذا كل شيء بينكه الدين نفس دين ما يردو، كل شيء كل شيء. وهذا الكلام ما أسولف يعني فتشي قديم وقاعد أنقله كحدث تاريخي صار بالماضي، هذا على مستوى اليوم هم شنو موجود، وعلى مستوى بكرة هم شنو موجود. هذا ما يقبلوه. بس ما أدري، عندي أمثلة كثيرة بس تعال شنو أبين شنو أترك ما أدري ما أدري. أنا كشيعي وأنتمي لجعفر ابن محمد صادق، من حقي أن تكون أحكام الشرعية، أمور الشخصية، أحوال الشخصية غير ذلك، من حقي أن تكون مأخوذة من جعفر الصادق يوم مو من حقي، من حقي. حتى هاي يستكثروها علي، ما يقبلون هذه. أنا من حقي في كل مجالاتي حتى بمجال الأحوال الشخصية وغيرها أن أخذ حلالي وحرامي وطلاقي وزواجي ووضعي وكل أمور، من أخذها؟ أخذها من فقه جعفر ابن محمد صادق. هاي هم مستكثريها علي، ما يقبلوها علي، مستكثريها علي هالدرجة. هذا أنا إلا يكون طلاقي وزواجي على شيء آخر، على مذهب آخر يو على مبنى آخر يو على. وحتى لما تطرح فقه جعفر الصادق عليه السلام بنحو الاختيار مو بنحو الجبر، بنحو شنو؟ الاختيار. يعني أنت تريد هذا، تريد ذاك، تريد ما شنو، هم مستكثري عليه. هذا هم يصير حتى على هالمستوى مستكثري عليه، مع أنه الأمر اختياري مو جبري. ما راضي لي، ما راضي لي. ويقولوا لي هذا إذا يصير يسوي مشاكل، مع أنه الآن شيعة الخليج كلهم عندهم شنو، كلهم عندهم أحوالهم وغيرها على المذهب الجعفري. هاي دول الخليج، دول الخليج ما صار عندهم مشكلة. وين المشكلة اللي صارت عندهم؟ وكل أمورهم على المذهب الجعفري، ما عندهم مشكلة. زين إيش معنى بس أنا إذا المذهب الجعفري صار عندي مشكلة؟ ما أعرف، ما تفهم. كل شيء بدين أكو حساسية منه. هاي من معالم ذول اللادينيين، وبعض اللي عندهم طائفية وما أعرف إيش وإلى آخره. شبابنا هم كون يلتفتون إلى ذلك. هذا معلم من المعالم. معلم آخر من معالم هؤلاء، التعامل مع الدين بمبدأ التشكيك والريب. أكرر، التعامل مع الدين بمبدأ شنو؟ التشكيك والريب على كل المستويات. ولهذا رب العالمين هم قبل 1000 سنة يقولهم فإن كنتم في ريب، قبل 1400 سنة القرآن مشخص هاي الحالة دي، عندكم شك عندكم ريب، عندكم شك عندكم ريب. هالشكل هذا تعامل مع كل منظومة الدين بشك وريب، والبقاء على ذلك. هسه مرة واحد كان على شك، ولكن لما انكشفت له الحقيقة تحول من الشك إلى اليقين. مرة واحد لا يخلي الشك منهج في التعامل مع الدين، الشك منهج في التعامل مع الدين حتى لو انكشفت له الحقيقة. هاي جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، القرآن الكريم يعبر جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بس جحدوا بها.
هذا معلم سابع من معالم اللادينيين. معلم ثامن وأخير وتوقف عند هذا الحد، معلم ثامن من معالم هؤلاء: اعتماد العقل بشكل مطلق في كل مجال. وهذا غلط، احنا نعتقد ما اكو دين بالدنيا دعا لاحترام العقل مثل الدين الاسلامي. وشوفوا الايات: لعلهم يتفكرون يعقلون، العقل ما عبد به الرحمن، اول ما خلق الله العقل قال له اقبل اقبل ادبر، تفكر ساعه خير من عباده سنه، تفكر ساعه تفكر ساعه تفكر تفكر بيش يصير التفكر بالعقل يوم غيره، تفكر ساعه خير من عباده سنه وغير ذلك من آيات وروايات. تحترم العقل وتدعو للتفكير وغير ذلك، ولكن بالمقابل احنا نقول العقل مو قادر على اقتحام كل مساحات المجهولات. اخواني قاعد اسولف شويه بدقه، تحملوني ارجوكم، يعني الحكي لعله ما بي قصه ما بي ادري انا والله ادري، ولكن هاي الامور مهمه شويه. انطوني خلق، ما ظل شيء ترى ثلاث ليالي تخلصون مني، شوية اعطوني خلق. العقل احنا نحترمه وندعو للاعتماد عليه في امور كثيرة، ولكن العقل غير قادر على اقتحام كل المجهولات. اكو بعض المجهولات العقل مو شغله يكتشفها، مو شغله ولا اختصاصه ولا مجاله. يعني تقول لي يا اخي مثل شنو؟ جيب لي مثال. اجيب مثال بس باوعلي، اجيب مثال. اكو عندنا عقائد نقليه، اكو عندنا عقائد شنو؟ نقليه. اكو عندنا عقائد نقدر نكتشفها من خلال العقل، يعني هذا الكون موجود لو ما موجود؟ جاوبني. موجود. الموجود لابد الى شنو؟ موجد. هنا العقل اشتغل يوم اشتغل اشتغل. الكون متحرك، المتحرك لابد له من شنو؟ محرك. العقل اشتغل، ولهذا العقل انطانا دليل النظم، دليل النظم، الحركة وغير ذلك من أدلة تدرس في علم الإلهيات. في الواقع العقل هنا يشتغل، ولكن أكو عندنا عقائد نقلية. العقل يقول لك أنا هاي ما أعرفها، مو شغلي. مثل شنو عقائد نقلية؟ إحنا نعتقد أكو جنة ونار، يوم ما نعتقد أكو جنة ونار. ها؟ نعتقد أكو جنة ونار. هاي تفاصيل الجنة والنار العقل يقدر يكتشفها؟ يعني لو ما رب العالمين قايل لنا بالقرآن أكو شيء اسمه جنة، والجنة بها أنهار وبها فواكه وبها لحم طير وبها وبها، العقل يقدر يكتشف هذا الشيء؟ ما قرآن ما نازل، رب العالمين نبي ما دازلنا، بس أنطانا فطرة وعقل. الفطرة والعقل تقدر تكتشف أكو ورانا جنة ونار وتفاصيل ما في الجنة وتفاصيل ما في النار؟ مو شغل العقل يا جماعة، هذا المجهول العقل ما يقدر يقتحمه ويكتشفه، مو شغله، مو شغله ولا اختصاصه. فذول اللي يعتمدون في كل مجال على العقل، يعني ينطون العقل مرجعية مطلقة في كل مجال، نقولهم أنتم واهمون مشتبهين، أنتم مشتبهين. طبعا في فترة من فترات الزمن أنا ما أدري هاي المواضيع أكملها ما أكملها، مرات أتردد. إخواني وياي اليوم وياي. في فترة من فترات التاريخ الماضي كان الاعتماد سابقا كله على العقل، وليكشف كل المجهولات هو العقل، ولهذا تشوفون التاريخ السابق كله فلسفة فلسفة فلسفة، يعني عقل يونان، فلسفة اليونان، فلسفة ما أعرف شنو، الشغل كله عليه من عقل، كل نصل إلى كماننا من خلال العقل 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 العقل. الآن العالم اليوم سفينة رست على شنو؟ التجريبيات، التجريبيات والاستقرائيات. الآن النظرية البشرية في الوصول لكمالنا وكشف المجهولات من خلال التجريبيات والاستقرائيات. الآن احنا نقولهم يابا العقل يكشف كثير من المجهولات، والتجريبيات هم تكشف شنو؟ كثير من مجهولات. وأكو أمور أخرى لا العقل قادر على اكتشافها ولا شنو، ولا التجريبيات هم قادرة على شنو؟ على اكتشافها. أنتوا ليش نظرتكم أحادية؟ إحنا كمسلمين ديننا علمنا أكو مجهولات العقل يكتشفها، وأكو مجهولات تجريبيات من البداية قلنا إحنا.
تكتشفها، وأكو مجهولات ما يكتشفها إلا الوحي، إلا الوحي، بس الوحي. العقل يقول لي أنت مخلوق إلك خالق، يجي السؤال الخالق شلون أتقرب له؟ العقل يقول ما أدري شلون تتقرب له، ما أدري شلون تقرب، ما أدري ما أدري، مو شغلي. تجربياتها تقول شنو؟ أنا ما أدري شلون تقرب له. يجي الوحي يقول أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، فأن لله خمسه، وغير ذلك. انحلت، انحلت. كل إنسان بالوجدان والواقع يموت لو ما يموت، ما يجاوب منه يموت، من يموت وين يروح؟ هاي من يموت وين يروح سؤال شاغل الناس من البداية يوم ما شاغلهم، أرجوكم جاوبوني. إنسان من يموت وين يروح؟ هذا شاغل البشرية من أول يوم، يوم ما شاغلها، شاغلها يا عيوني أنتو. درجعوا لقبور الموتى قبل آلاف السنين، تلقون الموتى يخلون طعامهم وياهم، ذهبهم وياهم، فضتهم وياهم، مو يولا. هاي الاكتشافات الآن خو قاعد تشوفوها، حتى طعام الموتى كانوا يخلوه يا الموتى. يجي السؤال ليش يخلون طعامه يا الموتى؟ ليش يخلون أموال مع الموتى؟ سكك ذهبية مع الموتى ليش يخلون من قبل آلاف السنين، يوم ما أدري حتى ملايين إيش مدريني ليش يخلون؟ لأن أحسنتم، الأمر كان شاغلهم، خاف هذا يرجع مرة ثانية، خاف يحتاج شيء، خاف خايل، الخاف خاف خاف، يرتبون عليها أثر، لو ما يرتبون عليها أثر يرتبون عليها أثر. فإذا الموضوع شاغل الناس من البداية، أنا من أموت وين أروح؟ العقل يقول ما أدري، أنا إيش ما أدري وين تروح العقل. أسأل التجربة، التجربة تقول أنا ما رحت، ها؟ ورجعت حتى أقول لك أنت وين تروح، أنا إيش ما أدري. أنا إيش وقت ما أروح ذاك العالم وأرجع أقدر أقول لك وين رحت، أما أول يروح راح بعد، إيش ما أدري. التجربة تقول لك أنا ما أدري، يجي الوحي يقول لك أنا أقول لك وين تروح. أول شيء تروح العالم اسمه عالم البرزخ، هذا عالم البرزخ بيو نعيم يو عذاب. بعد عالم البرزخ يجي عالم آخر اسمه أشراط الساعة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، أشراط الساعة انتهت. يجي عالم ثالث اسمه عرصات القيامة، يعني صراط وأعراف وميزان ولواء الحمد وحوض الكوثر شنو بعد ذكروني ما أدري، صراط إلى آخره. كملنا هذا العالم، الدور يجينا عالم جديد اسمه جنة ونار، هذا اللي تروح له. المجهول انكشف يوم ما انكشف، انكشف من خلال العقل، انكشف من خلال التجربة، انكشف من خلال شنو؟ الوحي. فإذا أنت ليش تعتمد على رافد واحد للمعرفة وتترك الروافد الأخرى المهمة؟ إحنا كمتدينين نقول العقل نستفيد منه والتجربة نستفيد منها، وعلى رأس ذن كلهن شنو؟ الوحي النازل من الله تعالى عن طريق الملائكة يوم بشكل مباشر كما تعلمون، على أنبيائه ورسوله في الواقع، ومن خلال كتبه النازلة، ومن خلال الأوصياء اللي يأتون بعد الأنبياء. هذا كله إحنا هم نتعلمه ونستفيد منه، وهذا يفتح لنا الأفق ويكشف لنا كل المجهولات في الواقع. اللي ما يقبل بهذا الرافد الأساس الثالث يصدق عليه قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، بينات يعني شنو بينات؟ يعني أدلة، حجج، براهين، معاجز، كرامات وغير ذلك، كتب سماوية. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، بس يعني اكتفوا بالعلم الوضعي، قالوا هذا ما نريد البينات، ما نريدها يا أنبياء، ما نريدها. القرآن الكريم يقول: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما رفضوا الوحي هلكوا، أهلكناهم، الله يقول أهلكناهم وقضينا عليهم. وعلومهم الوضعية اللي اكتفوا بيها ما قدرت شنو؟ تحميهم. ما تقدر تحميهم مني، كون يرجعوا لي، كون يرجعوا لي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق؟ أنا خالقكم وأعلم شنو تردون شنو ما تردون، شنو ينفعكم شنو يضركم.
العقل مو كل شيء يكشف. الآن أجيب مثال للإخوة حتى الأمر كلش يصير واضح. الآن واحد قاعد بمجلسنا الله يمن على الجميع بالصحة والعافية، فرضا واحد عنده سكر يو عنده ضغط وصار نيته حس وضعه مو طبيعي، صار نيته يريد يعرف نسبة السكر بدمه الآن إيش قد، من خلال العقل يكشف النسبة، يقعد يفكر فيقول الآن سكري هالقد هتشي يو أكو شيء آخر، يروح للتجريبيات أكو في الجهاز معين يستعمله، العقل يقول لك هذا مو شغلي هذا مو اختصاصي شوف غيري يكشف لك هذا المجهول. شنو هو غيره؟ تجريبيات تكشف لك. بالنسبة الملاكات الأحكام على مستوى المصالح والمفاسد، ملاكات الأحكام الواقعية، العقل يقول لك ما أدري، تجربة تقول لك ما أدري، الوحي يقول لك أدري أدري، الوحي يقول لك شنو أدري، وأني أكشف لك إياها. هسه الملاك يو الحكمة يو غير ذلك، أكو كلام هنا أنا كثير ما أريد أدخل تفاصيله وأضوجكم. هاي معالم اللادينيين ثمانية، صار لنا ثلاث ليالي تقريبا بها، واي أخذت مني وقت. شنو العامل اللي يخلي الإنسان لاديني؟ شنو العامل الأساسي؟ أكو عوامل أخرى، ولكن شنو العامل الأساسي اللي يخلي الإنسان لاديني؟ أكو عوامل أخرى أكرر، بس العامل الأساسي هو الانفتاح على الآخرين من دون وجود خلفية علمية تخلي الإنسان قادر على تمييز الصحيح من السقيم. هذا العامل الأساسي. كلش أحذر منه شبابنا، كلش أحذر منه شبابنا، وأقولهم التفتولة خلوه أمامكم. وكرر شنو العامل؟ الانفتاح على الآخرين بشكل كامل من دون وجود خلفية علمية تخلي الإنسان يميز بين الغث والسمين والصحيح والسقيم. هذا يوقع الإنسان بمرور الزمن بمشكلة ترك الدين. أما إذا الإنسان كان محصناً بالعلم والمعرفة والثقافة يقدر يميز، حتى إذا يطلع على تجربة الآخرين يقدر يميز بين مفيدها وضارها. أما إذا ما كان هالشكل يوقع، بمرور الزمن يوقع، إذا استمر وياهم يوقع. ووقعته لو تصير بشكل كامل بحيث هم قوم يشتغل ضد الدين، يو دينه يصير مو بالمستوى الصحيح، دينه يصير مو على الموازين، يعني يصير لا هو متدين حقيقي ولا هو هم شنو مو متدين بشكل كامل، ما تعرفه شنو، يعني هجين، يصير هجين هجين، لا ثقافته دينية خالصة ولا شنو ولا هم مو دينية خالصة، يصير ما تعرفه شنو، كل ما تريد تفهمه شنو ما تفهمه شنو. وهاي فد مصيبة كبرى، مصيبة كبرى. إن الغراب وكان يمشي مشية معروفة من سائر الأجيال، الغراب مشيت الرجال، رجال مو رجال هو، المهم مشيت. إن الغراب وكان يمشي مشية معروفة من سائر الأجيال حسد القطا وأراد يمشي مشيها، فأصابه ضرب من العقال فأضل مشيته وأخطأ مشيها، فلذاك سموه أبا مرقالي. يعني صار لا هو شنو، لا هو غراب ولا هو شنو ولا هو قطا. مثل شاب تجي تقول له تعال صير بنية ولبس ملابس بنية، يصير لا هو رجل لا هو شنو يا ابني، انت تعبس ملابس رجال، تصير لا هي مره لا هي رجال، فشي ما تعرف شنو، هجين اصلا يلعب الروح ما تعرف شنو. وهاي الان قاعد يشتغلون على شبابنا، وشوفوا الكوارث اللي احنا بيها الان. جيب مثال، اجيب مثال باوعلي، أجيب مثال.
تشوفه راح وياهم زايد، هو ما محصن بالعلم والمعرفة، وراح يتابع مواقعهم، يسمع شبهاتهم، حكيهم، تحليلهم، يقرأ تقريراتهم. تشوفه يجينا يقول الموسيقى هواي تنفع الروح إذا الإنسان يسمعها وتشعر الإنسان بالإطمئنان، يقوم يحكي بهاي اللغة. فجميل إذا الشاب حتى يريد نفسيته ترتاح ويكون مطمئنا ومرتاحا أن يسمع كل يوم شنو؟ موسيقى هالشكل هذا. زين أسألكم بالله، الإنسان إذا كان عنده دين حقيقي يحكي بكل لغة؟ إحنا قرآننا يقول مو الموسيقى تخلي اطمئنان عند الإنسان، قرآننا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن الكريم يقول تريد قلبك يطمئن اقرأ قرآن. هذا ثقافتنا الدينية، هاي قرآننا يقول، قرآننا ما يقول اسمع موسيقى حتى قلبك يطمئن. يوم مثلا يريد يثبت من قد ما سمعهم أثروا عليه باللاوعي، أثروا عليه، فيجي يريد يبين ثقافته أمام الآخرين. يقول إحنا الأطفال من صغرهم كون نعلمهم الثقافة الجنسية، هيجي يتكلم. أنا هاي كلمة ثقافة والله أقولها وأنا مسيها على المنبر، أقسم بالله وما ودي أقولها على المنبر، ولكن أريد أنبه شبابنا. شنو أسوي؟ صيروا بمكاني. شنو أسوي؟ أريد أنبه شبابنا حتى يلتفتون، وإلا أستحي أجيب هاي العبارات. أطفال نكون نعلمهم الثقافة الكذائية، ذكرناها قبل قليل، ومن الصغر من الطفولة نعلمهم يعني هذا شنو ذاك شنو، هاي مو ثقافة دينية. المثيرات اللي ذكرناها، المثيرات الكذائية ذكرناها قبل قليل، تراثنا الديني يقول بعدوا الأطفال عنها شقد ما تقدرون، بحيث نبينا يقول فرقوا بين الصبي والصبي والصبي والصبية 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 إذا بلغوا عشرا. نبينا هيك يقول فرقوا بين شنو؟ الصبي والصبي والصبي والصبية 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 إذا بلغوا عشرا بالمضاجع فرقوا بينهم. أي مثيرات بهاي الأجواء بعدوا أطفالكم عنها. ثقافتنا الدينية هيك تقول. أما هذا صاحبنا اللي انفتح منا كزايد وبدون علم ووعي ومعرفة وبدون فهم لتراثنا وما يريد رب العالمين، يجي يقول لا من الطفولة علموهم على كل شيء. من أهم العوامل اللي توقع الإنسان بهاي المشكلة انفتاح بلا علم ولا معرفة ولا وعي. هذا إذا استمر عليه الإنسان يخليه بمرور الزمن يصير من ذولاك من حيث يشعر أو شنو أو ما يشعر، بحيث تشوفه تقوم يحكي حكي أصلا بعيد عن الثقافة دي، الدين بوادي وهو شنو هو بوادي آخر أصلا. ولهذا حذاري حذاري شبابنا، ديروا بالكم ديروا بالكم. كلامي بمحبة قاعد أقوله، أنا ما قاعد أدعوكم إلى نفسي وأدعوكم إلى جهة وأدعوكم إلى حزب. الله يميتني إذا قبل لا في يوم من الأيام أدعو إلى جماعة يو جهة يو حزب يو ماشي، هذا يكون ما أؤمن بهن حتى أدعوهن، ما أؤمن بهن أصلا. أنا قاعد أدعو الشباب إلى الله، محمد آل محمد، قرآن كريم بس. يعني هو منبر الحسين، قرآن، نبي، آله، هاي اختصاص، هذا شغل منبر الحسين، هذا شغله، قرآن، إيصال معارف القرآن، معارف نبينا الأعظم، معارف أهل البيت الكرام عليهم السلام، هذا المنبر الحسين، هذا شغله واختصاصه في الواقع. ولهذا أحذر شبابنا لأجل دينهم. أتصور عند هذا الحد كافي بعد، كافي. الأثر الثالث من آثار زيارة الحسين عليه السلام، أكمل يا تعبوا الأحبة.
ترى أنا من أقول تعبوا الأحبة، إذا واحد يقول لي تعبت أنزل بالصدق، يعني أنا ما أحب أضوج واحد. أكمل. الأثر الثالث من آثار زيارة الحسين عليه السلام، اللي يزور الحسين يوم عاشوراء كما قال المعصومون عليهم السلام، كأنه شارك الحسين في يوم عاشوراء بالقتال معه، كأنه شارك مع الحسين. واه كان شيء عجيب. هذا شنو من أثر بالله عليكم؟ هذا شنو من أثر؟ هسه تقولي هذا تحليلك؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله تحليل. وأنا شنو حتى شنو شنو؟ أنا دوم أقول على المنبر أصيب مرة وأخطأ 10، مو معصوم. المعصومون 14. المعصومون إيش قد؟ 14. أولهم محمد وآخرهم المهدي عليه السلام، والسيدة الزهراء عليها السلام. 14 معصوم عندنا. هذا ما قاله أئمتنا. وين قالوا أئمتنا؟ بين يدي كامل الزيارات لأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي المتوفى سنة 368 للهجرة. 368 للهجرة. إحنا الآن 1446، يعني هذا الكتاب قبل أكثر من 1000 سنة. ابن قولويه في كتاب أو قولويه في كتابه هذا الباب 71، شم عنوان الكتاب؟ ثواب من زار الحسين يوم عاشوراء. الباب فيه روايات كثيرة، أنا راح أذكر منها روايتين مو أكثر. حكي واضح يوم مو واضح؟ بس التفتوا للروايات أرجوكم. مثلا من الروايات عن 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 إلى دخلت عن جابر الجعفي، عن جابر الجعفي قال دخلت على جعفر بن محمد، يعني من جعفر بن محمد الصادق، في يوم عاشوراء. هذا جابر الجعفي دخل على إمامنا الصادق في يوم عاشوراء. شلون يوم مختار بالدخول على الإمام الصادق؟ في يوم عاشوراء. فقال لي، شو الحكي بالله؟ هسه الغريب هو ما سائل الإمام، هو ما قايل للإمام الحسين جاي زوار يا ابن رسول الله، هو ما قايل للإمام الزارون يوم شنو ثوابهم يا ابن رسول الله، يعني هو ما فتح موضوع زيارة الحسين ويا من ويا الصادق، بس دخل على الصادق، الصادق تكلم عن زوار الحسين. شنو يعني أصلا هو الإمام كان يريد بس يدخل عليه واحد حتى يكلم عن شنو؟ عن زوار الحسين يوم عاشوراء. فش قد يعني ماخذين اهتمام الإمام وتذكير الإمام. هل معنى التفتولة بالرواية؟ أنا قاعد أقرأ النص إخواني، أنا ليش أجيب الكتاب؟ حتى الإخوة يثقون بالكلام، أنه لا قاعد نزود حرف ولا شنو، كما ورد عن المعصوم أقرأ لكم إياه. يقول دخلت على جعفر بن محمد في يوم عاشوراء فقال لي مباشرة من دون سؤال، هؤلاء زوار الله. الله أكبر. أصلا بدون أن يتكلم، أصلا هو ما ذكر زيارة الحسين، دخل على الإمام بس أول شيء بس شاف الإمام قال لهؤلاء زوار الله. دول اللي يزورون الحسين اليوم زوار شنو؟ زوار الله. وحق على المزور أن يكرم الزائر. أنت من الزورنا الكريم، يكرمك لو ما يكرمك يكرمك. دول بما أنهم زوار الله فحق على 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 الكريم أن شنو؟ أن يكرمهم. دول الزارة والحسين يوم العاشر، زين بشنو يكرمهم؟ بشنو يكرمهم؟ هسه مرة جماعة يجون يزوروني آني كرمي 10%، أكرمهم على قد شنو؟ كرمي
على قدر أهل العزم النتيجة. على قد كرمي أنا رجال 10% أكرم، على قد 10% ما أقدر. مرة اللي يكرمهم أكرم الأكرمين، اللي كرمه إلى حدود يوم ما له حدود. يقول: وحق على المزور أن يكرم الزائر. فرب العالمين شكرمهم زوار الحسين. يا إخوة شوفوا، يا أحبة شوفوا، اسمعوا: من بات عند قبر الحسين ليلة عاشوراء لقي الله ملطخا بدمه يوم القيامة. لقي الله ملطخا بدمه، يعني شارك بالقتال يوم ما شارك. شوف التفتوا: لقي الله ملطخا بدمه يوم القيامة كأنما قتل معه في عرصته. يعني هذا الزائر كأنه شنو؟ قتل مع الحسين في عرصته، يعني في كربلائه وفي عاشوراء، كأنما قتل مع الحسين. بالله عليك هذا شنو من أثر لزيارة الحسين؟ هذا شنو من أثر؟ يعني والله تعجز الكلمات. فكرت كثيرا بهذه الروايات لأعرف ماذا أقول فيها، ما وصلت إلى نتيجة. يعني بصدق ما أعرف شنو أقول بصدق. هاي جابر: أشهد أن قد شاركناهم. عطية قال: شلون شاركنا احنا؟ لا قاتلنا وياهم يا ولا. قال له: بعد ورد انه من احب عمل قوم كذا الى اخره. روايه اخرى بس هاي اقراها حتى ما تعبكم، ابدي اتكلم بما تبقى لي من الوقت. مولانا عن 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 الى اخره قال: من زار الحسين يوم عاشوراء. قبل قليل شنو كان؟ من بات، من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء كان كمن تشحط بدمه بين يديه. بين يديه يعني بين يدي من؟ بين يدي الحسين. كان كمن تشحط بدمه بين يديه. والله يقف الإنسان عاجزا لا يدري ماذا يقول، لا يدري ماذا يقول، ما يعرف شو يقول. إنسان من يسمع هذا الحكي بعد ما يعرف شو يقول. لا الكلمات تكفيه ولا التفكير يكفيه ولا كل شيء يكفيه، ما يعرف شو يقول، ما يعرف شو يقول. يعني رب العالمين شمالنا علينا نعمة كبيرة بزيارة الحسين؟ أنا ما أعرف. هاي شنو من نعمة كون نشكر ربنا عليها؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هاي شنو من نعمة رب العالمين ما نبيها علينا؟ أنا ما أعرف. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث، لقد من إمامنا العاشر علي الهادي بزيارة الجامع، رزقنا الله زيارته الإمام العاشر وخدمته وشفاعة إمامنا علي الهادي. أنا أركز على الإمام الهادي على المنبر والإمام العسكري، والسبب أريد الشيعة يكثرون زيارتهم لهذين الإمامين الهمامين الزكيين. أريد يهتمون بزيارتهم، الإمامنا علي الهادي وإمامنا الحسن العسكري، وزيارة بيت إمامنا صاحب الزمان، إمامنا الحي بيته بسامرة، إمامنا صاحب الزمان بيته بسامرة، مسقط رأسه سامرة، بيته سامرة. فإحنا من نروح نزور الإمام الهادي ونزور الإمام العسكري، يعني نزور بيت صاحب الزمان في الواقع. ولهذا دائما أدعو المؤمنين لزيارة هذين الإمامين عليهم السلام. إمامنا علي الهادي يقول هكذا، يقول
خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه. مو بس القرآن يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، أنه الآية مرتبطة بنبينا، لا لا، إمامنا الهادي يقول خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. الله من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في الواقع. فمثل ما رب العالمين من علينا بمحمد، رب العالمين من علينا بآل محمد. ومن علينا بالحسين خاصة، وزيارة الحسين هاي آثار القرب من الله واحد، تخلي حالة اطمئنان ويقين بالقلب اثنين، تخليك كمن شارك الحسين ثلاثة، زيارة الحسين، وكمن تشحط بدمه بين يدي الحسين عليه السلام. وطبعا هذا إذا يدل على شيء أو على أشياء، فواحدة من هذه الأشياء اللي يدل عليها هذا الكلام الوارد عن المعصوم عليه السلام أن معركة الحق والباطل مستمرة وانتهت. أنت لما تزور الحسين كمن تشحط بدمه بين يديه، كمن تشحط بدمه بين يديه، يعني المعركة بعده شنو؟ مستمرة. يعني المعركة بعده مستمرة بين شو تسميها؟ حق وباطل، هدى وضلال، نور وظلام، شو تريد تعبر عنها؟ عبر، يعني المعركة مستمرة، المعركة مستمرة يا معركة، معركة فإن البدعة قد أحيت وأن السنة قد أميتت. ولهذا إحنا كون نحيي السنة ونميت البدعة، هاي المعركة اللي الحسين قام من أجلها. وين الحسين قال ذلك؟ في كتابه لأخماس البصرة، وإحنا بالبصرة. البصرة كان بيها خمس زعماء، لخمس قبائل كبيرة في البصرة، وهم ذولا اللي كانوا يقودون البصرة، أخماس البصرة. الحسين نفس الرسالة دزهل هاي الزعماء الخمسة، لهؤلاء الزعماء الخمسة بالبصرة، ودعاهم إلى نصرته عليه السلام. الكتاب الكتب الحسين من جملة فقراته هاي قالهم فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، وأنا طالع من المدينة حتى شنو؟ حتى أميت البدعة وأحيي سنة جدي صلى الله عليه وآله، حلال جدي حرام جدي، أنا أصلا ثرت على موت أو قمت أنا من أجل سنة جدي. ما أدري علي بن أبي طالب من بعد الثاني، بعدها من قالوا له نعطيك الخلافة بكتاب الله وسنة النبي، وضافوا لها إضافة ثالثة، بس ما نقدر نعلمكم، واضحة عندكم الصور، الشيء الثالث واضح، سيرة. المهم قال لهم علي بن أبي طالب شوفوا الخلافة ألزمها بكتاب الله وشنو؟ وسنة نبيه، هاي الثالثة أنا ما أقبلها. أصل عندنا القرآن والنبي وآله، هذا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، شيء آخر مريد مريد. ولهذا أقول هي هاي المعركة، ولهذا أقول حلالنا حرامنا زواجنا طلاقنا وضعنا كل كون يؤخذ مننا، قرآن نبي آله، هذا بعد هو هذا شنو هو هذا. ابن خلدون في مقدمته
يذكر المذاهب الإسلامية وإلى آخره ويذكرها باحترام وإكبار، يوصل أنا ما أقول مذهب جعفر الصادق، يوصل الحق جعفر الصادق. جعفر الصادق مو مذهب قدام مذاهب، جعفر الصادق حق، جعفر الصادق الإسلام الحقيقي. جعفر الصادق من يوصل الجعفر الصادق وأتباع جعفر الصادق يقول عبارة سيئة الصيت، عبارة سيئة جدا، يقول ما يقول وشذ شيعة آل البيت كما يفعل البعض، وهو قصد أهل البيت بس يخاف يقول أهل البيت فيقول شيعة أهل البيت. لا، الرجال يحكيها مثل ما هي، يقول في مقدمته المشهورة وشذ آل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به. شلون تعبير سيء؟ وشذ آل البيت والعياذ بالله، شلون تعبير، شلون وقاحة وصلافة، نصب. هذا أنا هذا أعتبره نصب. وشذ آل البيت، آل البيت يشذون، ها شو السوء بعد، شو السوء. ولكن تصور جعفر الصادق هاي تأثر عليه، إمام العلم والعلماء، إمام الملك والملكوت، جعفر ابن محمد الصادق تأثر عليها السفاسف هاي؟ لا والله، هاي السفاسف تأثر على قائلها، ما تأثر على جعفر ابن محمد الصادق. جعفر ابن محمد الصادق أكبر من ذلك، أكبر من ذلك، أكبر من ذلك. يو محمد باقر علم الأولين والآخرين، أكبر من ذلك. محمد باقر علم الأولين والآخرين، أكبر من ذلك. وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أو تخشى من غرق وأنت سفين، أو تخشى من غرق وأنت سفين. أي الخلاصة، الأثر الثالث من آثار زيارة الحسين عليه السلام تخلي الإنسان مثل اللي يقاتل بين يدي الحسين ويستشهد بين يدي الحسين عليه السلام في معركة الحسين، معركة إحياء السنة وإماتة البدعة، واللي الإنسان كوني خلي له موطئ قدم ماكو حياد، هنانا ماكو حياد، كوني خلي موطئ قدم يو هنا يو هناك. من تقرون زيارة عاشوراء بالسجود لله، طبعا السجود لله تعالى وحده لا شريك له، لما نسجد لله بعد زيارة عاشوراء شنو نطلب من الله؟ أن يثبتني، أن يثبت قدم صدق، هاي يثبت لي قدم صدق هنا يم أهل البيت، يعني بمعركة إحياء السنة وإماتة البدعة. وإذا واحد ما يخلي رجله هنا يعني وين يخليها؟ يعني يخليها بجهة إماتة السنة وإحياء البدعة، ماكو حياد، يورجلك هنا تصير يورجلك هناك تصير، ماكو شيء آخر. واللي يزور الحسين رجله تصير هنا مع الحق مع الهدى مع النور، والتختار معركة من هاي المعارك، بعد ما أعرف، خلي رجلك في مكان من هذه الأماكن. كان عندي بحث محضر له كلش مهم هنا بالأثر الثالث، كلش مهم، بس يظهر مع الأسف وقتي شارف على الانتهاء، السيدة رقية تحتاج وقت بناء عليها، وإلا عندي كلام هنا أنا كلش مهم ردت أقول الليلة. الكلام المهم ما أدري أخذ ثلاث دقائق أربعة، أيوة ها، ما دام تكلمنا يورج لك هنا يورج لك هنا، كنت اختار ماكو حياد. تقول لي يعني أنت ما تؤمن بشيء اسمه تعددية دينية، وهاي تعددية دينية يعني بحث حداثي، احنا طرحنا الحرية والحرية بحث حداثي، اطرحنا معالم الديني واللا ديني وهذا بحث حداثي، أريد أطرح بحث حداثي الشباب نثالث هنا. تقول لي رجلك هنا يو هنا ماكو حياد، يعني أنت ما تؤمن بشيء اسمه تعددية دينية؟ ما تؤمن؟ الآن العالم يدعو للتعددية الدينية، أنت ما تؤمن بذلك؟ أقول لك شنو المقصود بالتعددية الدينية؟
تم تقول لي تعددية دينية، ايش تقصد بالتعددية الدينية؟ بالبداية أكون أفهم المصطلح، بعدين أقول لك أؤمن يوم أؤمن. ايش تقصد بالتعددية الدينية؟ أكو صور للتعددية الدينية، أنا الآن أبين بس الصورة الأولى وبكرة أبين بقية الصور، بس كلش المهم الكلام مهم باكرها، كلش مهم يعني تحافظون على هالحضور. وحبي واحترامي للأخوة الخارج الحسينية بهذا الحر قاعدين، الله يجزوهم ألف خير. تقصد بالتعددية الدينية التعددية الاجتماعية؟ تعددية اجتماعية، شنو يعني تعددية اجتماعية؟ يعني أنت مذهب أنا مذهب، مثلا أنت دين أنا دين، كون يكون أكو تعايش سلمي بيناتنا. إذا تقصد هذا ما عندي مشكلة، بل أنا أول الداعين إلى ذلك. تعايش سلمي، أنا المخالف الديني أقسم إلى قسمين كمسلم وكشيعي خصوصا حتى الحش يصير واضح. المخالف الديني أنا أقسم إلى شنو قسمين، مخالف ديني مسالم ومخالف ديني محارب. المخالف الديني المسالم أنا ماشي وياه بالسلم إلى نهاية الخط، لأن الله تعالى يقول في كتابه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. غير دين أصلا، ما عندهم دين، ما عندهم، بس هم لا قاتلوكم ولا أخرجوكم من دياركم ولا كادولكم ولا تآمروا عليكم ولا أذوكم، ناس مسالمين. الله يقول تعاملوا ياهم ببر وقسط وعدل، وما لكم شغل بدينه. نعم تردون تدعوهم بالتي هي أحسن الإسلام وماكم مشكلة، اجوا ما اجوا، بس ما دامهم مسالمين انتم هم تصيرون مسالم. اما اذا المخالف الديني لا يكيد لك ويريد يقتلك ويريد يهتك عرضك ويريد يعرض اموالك للخطر ويريد يعتدي عليك، انت من حقك ان شنو؟ ان تدافع عن نفسك. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. اذن، ما دام هو يريد يعتدي عليك انا اذنت لك ان تدافع عن نفسك. ولكن الأصل بالإسلام يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، مو في الحرب، في السلم. الأصل في الإسلام السلم، أما إذا الآخر فهم السلم ضعف وصار نيته يعتدي علي أنا من حقي أن شنو؟ أن أدافع عن نفسي. أسألكم بالله هذا الحكي بيه شيء؟ هاي النظرية بيها مشكلة؟ هاي نظريتنا قبل ألف وأكثر من 400 سنة، هاي نظريتنا. فإذا تقصد بالتعددية الدينية التعددية الاجتماعية بالمعنى اللي بينته، إحنا أول الناس الداعمين والداعين، مو فقط داعمين، الداعين إلى ذلك. أما إذا تقصد بالتعددية الدينية صورة ثانية يو ثالثة يو رابعة، ذلني بكرة أبينهم وأبين رأي الإسلام بهن. ضوجتكم؟ ما تعبنا؟ بكرة إن شاء الله تجون. أرجو من الله أن يعزكم ويحفظكم ويديمكم. الوقت كل الشارف على الانتهاء، طبعاً الليلة كل ليلة المجلس عامر بهالوجوه الطيبة المباركة، أهل الفضل، أهل العلم، خطباء، شيخنا المشرفاوي شيخ عبد الأمير الله يحفظه، المشايخ هناك الأحبة الكرام. الليلة إضافة إلى ذلك جايين الإخوة من النجف، خطارنا من النجف الأشرف، أنا سأقول خطارنا باعتبار صار لي فترة بالبصرة فصرت من أهل البصرة، إذا أهل البصرة يقبلوني يعني. الإخوة جايين من النجف، الإخوة موكب النجف الأشرف اليوم جايين من النجف، الله يجزوهم ألف خير، حتى يواسون الحاج الوجيه حيدر شعبان أخوته أحبته في موكب النجف الأشرف، جايين اليوم إلى أهل البصرة الكرام حتى يشاركوهم بعزائهم على الحسين عليه السلام. وأهل البصرة حقيقة أقول هذا في غير البصرة أنا أقول هذا الكلام على المنبر، أهل البصرة أهل الهلا والمرحبة و القلوب الكبيرة الواسعة المضيف وترحيب بالخطار وإلى آخره، يعني هذا واقع حسا سواء نقوله بالبصرة وبغير البصرة، البصرة هي هالشيء. فأهلا وسهلا بالأحبة في موكب النجف الأشرف وحياهم الله.
أيضا ليلة رموز عشيرة الإمارة جايين، وأهلا وهم أبناء هذه المدينة الطيبة الكريمة، أيضا أهلا وسهلا ومرحبا بهم، والله يرحم شيخ رشاش الإمارة خادم الحسين، ويرحم كل شيعة أهل البيت وكل ناسنا وكل كبارنا وكل علمائنا وخدمة الحسين، ويبارك بأعماركم ويحفظكم إن شاء الله تعالى. وجميع المشايخ، أنا سمول كل الأحبة أعرفهم مع الأسف، جميع المشايخ جميع الأحبة جميع الأخوة بدون استثناء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الليلة ما أدري رايد أذكر السيدة رقية بما تبقى لي من الوقت، مع الأسف الوقت راح مني وطولت أكثر من ساعة، ما أعرف ما أدري عذروني. عاجبني الليلة أذكر السيدة، هاي السيدة قصتها مؤلمة تجرح القلب، السيدة رقية واقعة قصة مؤلمة، قصة السيدة رقية. قصة مؤلمة قصة السيدة رقية. هاي الطفلة أخذت الطريق كله تقول لعمتها أريد أبويا الحسين، الطريق كله أريد أبويا، عم أريد أبويا، عم أريد أبويا، حتى ليلة 11 يقولون الخطباء فرشة السجادة، أنا سامع من كبار خدمة المنبر ليلة 11 نعم بالليل فرشة السجادة، لأن معروف كانت تفرش السجادة لأبيها الحسين، ويصلي أبوها وهي تقعد يمه وعمتها قالت لها ما بعد لا تفرشين هاي السجادة خلاص كل شيء انتهى. هاي الطفلة الطريق كله أبويا 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 أبويا، إلى أن وصلوا للشام وخرابة الشام، خرابة وظلم انهار البنية ومن كثر التعب ونت رقية، من كثر التعب حننوا ناحن النسوان وننوا ناحن، من كثر التعب وننوا ناحن وكل وحدة بكتر يا ويلي طاحن. يا جماعة والله حكي يوجع القلب، أنا هكي حكي رقيقي أذيني واقع، وكل وحدة بكتر يا ويلي طاحن عود الضيم باكر يستراحن، وبعد الليل ما تشلب الثنية عم أريد أبويا الحسين، عم قومي خلنا عدل دارنا خاف على الغفلة ويطب خطارنا، نذر عندي لو أبويا زارنا. هلا هلا عم أذيتيني رقية واي أذيتيني، عم أنا تعبان استونا وصلنا للخراب من الكوفة للشام الطريق صعب يا بنيتي، أريد أنام أستراح، العلويات يردن شوية يستراحن، إذا تبقين تحجين هالشكل يبكن العلويات ما ينام. عم رقية انطينا مجال خلي النام، قلها عم يا عم دار الأبو يا ناس خيمة، يا والدي والله ضيمة نصير من زغري تيمة، والنوح من بعدك لجيمة. خوش دمعة عفية أذار الأبو يا ناس يهتش هذا مجلس خيمة، يفي على بناته وحريمة، عم نامي والصبح فجر جريب، وباكر جروحك اشوف لين طبيب، جاوبت عمتها بالون والنحيب، اريد ابويا اريد ابويا اريد ابويا. قول سكتتها السيده زينب وقالت لها نامي عمه خلي عمتك تستراح، اذا تحبين عمتك نامي. قالت لها خوش اني انام. نامت الطفله نامن النسوان، زينب بقت بوحد هباوعت للحسين، عين مناطرة وعين الخواتك وعين الثانية تباري بناتك، أنا تعبني الدرب خويا وحياتك، وراسك عم عيون مدللاتك. هذا صار بي أبا عبد الله، استوها تريد تنام زينب،
سمعت صوت عم زينب هذا والد الحسين. عمان أبويا. إجا أبويا اسم الله عم إيش صار؟ قالت لها أبويا كان يمي بالخرابة. عم النسوان استوهن ناما، الأطفال استوهم ناما ويقعدون ترى. قالت لها أبويا كان يمي. قال لي رقية العجل العجل إلي إلى الحبيب دي تعاي. كل ما رادت تسكتها ما قدرت، قامت النسوان الأطفال شبيك رقية شفت أبويا الحسين إجاني أشير لي يقول لي تعاي. صارت ضجة بالخرابة، ما الخبر؟ طفلة للحسين تريد أبوها. قالهم موجود راس أبوها، دزولها راسه خلوه بطشت وده. جابوا وشافتهم من بعيد وصاحت لبراسك يا العميد يا العميد يا هلال عزنا بليلة العيد، ليش قطعت بينا يا صمديد؟ بويا وعفتنا ويا ناس الموش جاويد، والله موش جاويد. جابوا لها الراس، يقولون البنية من يفارقها أبوها فترة ويرجع لها السولف لطبيعة. صدق ترى تقوم السولف، رحنا البيت فلان رجعنا كذا، زارنا فلان جانا فلان جابوا لي كذا، سولف لطبيعة الطفل هالشكل يسولف. رقية من جابوا راس أبوها قبالها هم قام السولف. قلت لي يا أبويا متوني توجعني من حاجيك، والله من حاجيك وضلوعي ترجف من صدليك. بويا تفتح عيونك خلنا غيك وتزليني على مصابي وزليك. يا با وزليك وزليك، تراني تحيرت يا والدي بيك. وقعت على راس أبوها جمدت عليه. زين العابدين قالها عم شيليها، شالتها ميتة الضبنة. يقول وضعت فما على فم الحسين. تقول له أبا من خضب شيبك بدمك؟ حكي طفلة بالله عليك، شلون ألم هذا؟ شلون ألم هذا؟ شالوها جامدة على رأس أبوها. زينب قالت ما عندي قلب أغسلها، جيبوا لها مغسلة، أنا قلبي خلصان ترى. جابوا لها مغسلة، لما خلتها على المغتسل قالت ما أغسلها. ليش؟ قالت الطفلة مريضة تونها زرق. زينب قلت لها من جلة الوادم علينا علينا يضربونا ونشقف بدي يا بنشقف بدينا بدينا ويشتمون حامينا وولينا نعتبي على حام الضعينا. عجل فرج مولانا يا الله، واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه. اقض حوائجنا، اشف مرضانا، يسر أمورنا، اكفنا شر الأشرار كيد الفجار، طوارق الليل والنهار، بمحمد وآله الأطهار. مؤسسون تقبل مجلسهم، أوصله إلى إمام زمانهم، اكتبوا في صحائف أعمالهم. إلى أمواتهم أمواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين، علمائنا الماضين، خدام الحسين، نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.